حال كل حال لازم نخلي المجتمع خالي من الحصبة. خلق موضوع. إذا كان عمرك ما بين 20 إلى 35 سنة يمكن توجه لأقرب مركز صحي. ميري بابا يلا يروح مستشفى يسوي هذا عبرة مال ميزل. أنا في خوف عبرة. مو أدي خوف ما خوف. يلا عش يلا شالة بابا كمال عرب يلا يريد يروح مركز مشان مركز شرطة مشاوش مركز شرطة هوسبيتال مركز صحي مشان عبرة مال ميزل. أرباب ما إبرة مشكلة إبرة ما إبرة خلا يلا يلا عزيزي الكفيل وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التطعيم مجاني لكل من العمانيين والوافدين من عمر 20 إلى 35 سنة ابتداء من تاريخ 10 إلى 16 سبتمبر 2017. يرجى التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية لأخذ لقاح ضد الحصبة. تحيات المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط.